كرم محافظ الغربية طارق رحمي فرق العمل المساهمة في حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار للعام الثاني على التوالي. كما حصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز دفتة. بنأمل ان كرة حياة كريمة في مركز زفتة ان شاء الله بنهاية المبادرة تكون بلا أمية، اما باقي المراكز تباعا مع مبادرة حياة كريمة سواء في المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة نقضي على الأمية. احنا بنتكلم في سنتين كمان ان شاء الله تكون محافظة الغربية بإذن الله بلا أمية. طبعا الفترة اللي فاتت مع مبادرة حياة كريمة وبدأ يبقى عندنا أنشطة أكتر وبدأ يبقى عندنا فرص أكتر، ومع اهتمام القيادة السياسية طبعا بمحور تنمية الإنسان وإن لازم نمحو الأمية وإن نكون شعب كل شعب متعلم، ركزنا جدا الفترة اللي فاتت وأطلقنا بعض الخطوات الجديدة اللي ساعدتنا، منها الاستكتاب. والاستكتاب إن أنا بيكون عندي مواطن يجيد القراءة والكتابة وبس معهوش شهادة.